الله يبارك فيك يا سيدي. الحمد لله عشنا هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس، وهو التتويج بالبطولة والتتويج بكأس العرش بدون هزيمة. هذا موسم استثنائي، عانينا فيه الكثير وتعبنا فيه، وانت كتشوف اليوم، وهذا دليل اليوم وهو تشريف ديال السيد الوالي ديال مدينة الدار البيضاء اللي شرفنا اليوم ودار لنا هذا الاستقبال على شرف اللاعبين والطاقم الإداري والطاقم التقني وكل المكونات ديال مكتب نادي الرجاء. كنشكر جميع الفاعليات ديال نادي الرجاء على المجهودات اللي قامت بها وعلى التتويج وعلى إسهامهم في تحقيق هذا التتويج. جماهير الرجاء ما كتنساش، ما عمرها تنسى جماهير الرجاء لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هذاك الشيء اللي دارت مع الفريق ما كتنساش، عندهم حب خالص حب خالص. وكنشكرهم وكنزيد نشكرهم، وكنتمنى دائما ربي يعطيني الصحة باش نزيد دائما نصار على هذا الفريق حتى يعاود يتوج مرة أخرى.